هنسمع كلام ماما ليه؟ احنا ليه بنسمع كلام ماما اصلا؟ ليه بقى؟ ليه احنا بنسمع كلام ماما؟ ليه يا بطوط بنسمع كلام ماما؟ تعالى كده. عشان بنسمع كلام ماما طبعا. طب احنا ليه بنسمع كلام ماما اصلا؟ ليه بنسمع كلام ماما؟ عشان هي ست شعر عسل. عشان ايه؟ لا بيقول ايه؟ عشان ايه يا بطوط؟ عشان هي ست شعر عسل. ماما شعر عسل. بقول لك ماما زي العسل. عشان ماما زي العسل. اه. اوكي. وتاني؟ بس ماما بطة فوق. بابا ايه؟ بطة. بابا بطة. لازم نسمع كلام ماما عشان ماما خايفة علينا، صح كده؟ ولو احنا سمعنا كلام ماما هنبقى احنا شاطرين في يوم الشاطرين، صح كده؟ صح. هو لينا البطوط وانا وليونا وهو هنرن مع بعض اغنية للشاطرين. يلا تمام كده؟ يلا مع بعض. طب جنبي، يلا طب جنبي. ايوه كده اهو. اصحى اوام من النوم اتمرع، اغسل وشي واخد دشي مع اخواتي، بقى اقعد افطر، ادخل اوضه اعمل تمارين شمال يمين واحد اتنين، لازم ابدا يوم رياضه، وانتوا كمان برضو يا حلوين. انا ليلو، انا واصحابي دايما حلوين، كل يوم زي الشاطرين. اروح مدرستي طبعا صح واربع صح، ومعايا قلمي وكراستي طبعا صح واربع صح، روح فصلي ببقى مؤدب، لازم اقرا لازم اكتب، والعب في الفسحه مع اصحابي، ولا يوم ممكن ازعل حد. انا ليلو، انا واصحابي دايما حلوين، كل يوم زي الشاطرين. بيتنا وخلص كل الواجب لازم يخلص، لازم اقسم وقت كويس واقدر اكون ضمن الشاطرين. انا واصحابي دايما حلوين، كل يوم زي الشاطرين. اصحابي قبل النوم اغسل اسناني زي الاميره وروبي وماني، واروح جاي اكل على اوضتي عشان اقول استناني. كده اصحابي دايما حلوين، كل يوم زي الشاطرين. اصحابي شاطرين. باي 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 باي.